صباح الخير. صباح الخير. بونجوري. بونجور. صباح؟ ايه؟ حلو؟ ايه هو ايه؟ انت؟ انا الحمد لله تمام يعني. اهم حاجة. تمام. الحمد لله. انت عاملة ايه؟ انت عامل كده ايه ده؟ لا يعني مفيش، بس بصراحة دقني بتنك شوية بجد. انا عايزة اعرف بجد انت كرجالة يعني بتعيشوا ازاي بالمقشة اللي في دقنك دي؟ المقشة اللي في دقنا؟ يعني بجد ازاي بتنام على المخدة وانت حاسس ان في شعر فيك؟ الموضوع ده مهم قوي يعني. ساعات البطانية بتبقى قليلة يعني بيتضفيني اكتر، بس باجي في الصيف. دي حاجة بتضحك افيه؟ لا مش افيه، دي حاجة حقيقية. بجد والله. بجد؟ بس انت يعني انا لو حاولت اربي دقن وكده هتدفى في الشتاء؟ بس انا حاسس انت بتنيني تقريبا. لا بجد مش عارف ايه. لا بجد وحياة مامي يعني. لا تمام ماشي. ثواني. ايه ده في مشكله؟ شعره جت. مش شايفه كويس. لا انا مش مبسوطه خالص. انا مش مبسوطه. ايه؟ طب الطريق بعد اذنك يا مش مهم. طب ممكن بس يعني نيفر مايند بقى. ما هو نيفر مايند في ايه؟ ده حياتي. اللي مش بيجري على الطريق ده بيبقى جبان، والجبان ملوش مكان بينا. خدناها كده واحنا متعلم سواقه، فاهم يعني؟ انا كان نفسي اتعلم المعلومه دي بس بجد انا هموت. لا هو الطريق ده معمول للناس الجريئه، يو نو. لا دي تخينه قوي، عايزين حته ثانيه. طب يعني دي كده مش تخينه؟ ثواني كده. لا تخينه برضه. هو حضرتك بتعملي ايه؟ مش فاهم. اشوف بس ثواني. تركزي دقيقة واحدة بس. أنا قربت على فكرة. ثواني إن شاء الله. ثواني أنا بجري عشان أنت تستعجل. أنا عارف أجري ثاني أهو. لا أنا مش عايزك تجري خلاص. براحتك والله براحتك. أنا مش قصدي حاجة، بعد إذنك بس. يا حيوان كان هنخبطه. هو مش حيوان خالص على فكرة، هو راجل محترم وماشي كويس. إيه ده؟ إيه ده؟ دي المشكلة يعني، مش قادر أرد أقول له إيه. مظبوط كده. دي زي دي؟ والله قمر. زي دي. جميل. احلف بالله. والله جميل. لا قول والله العظيم الاثنين زي بعض. والله العظيم الاثنين احلى من بعض بجد. والله. لا بس هنا انا مش معايا الايلاينر اللي فاتح. اقسم بالله اجيب لك ايلاينر تاني، بس بصي على الطريق. انت قلت اسمه ايه؟ ايلاينر. انا غلطت. انا اسف. ركزي. انما انت بتقول ايلاينر، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش طبيعي ابدا. انا مش طبيعي. استنى ثواني. انا الدرجه دي متهيألي تبقى لي عليها نفسي صح؟ لا هوي. وانت جاي تجربي الميك اب هنا؟ وريني كده. حط ايدك كده، حط ايدك جنب وشي كده. وانا رايح لخطيبتي على فكره. انت بتعملي ايه؟ انا مش فاهم. انت خاطب على فكره كمان مصاحبه يعني؟ في يعني ماشي، ربنا يخليكوا لبعض. تفكر ايه يعني؟ تفكر ايه بعد اذنك؟ وريني بس كده. لا انت اسمر قوي. الدرجه دي مش هتليق عليا عشان هي لايقه عليك، فمش هتليق عليا انا. تمام. تنمر حلو برضه. بعد اذنك ركزي في الطريق. تنمر ايه؟ انا بقول انها لايقه عليك. بعد اذنك يا استاذه ركزي في الطريق. ثواني بقى عشان انت بتزعق، فانا بابي اتصل وما سمعتوش. كلمه. ويت ا سكند. يا في عربيه والله. في عربيه. مش مهم. هو ايه اللي مش مهم؟ هاي يا بابا. الو بتعمل ايه؟ هاي يا بابا. يا بنت الشبكة عندك وحشة خالص يا بابا. بابا هو مش وقتها بابا، والله مش وقتها خالص. الشبكة فصلت فش بابا. الحمد لله. لا مش مبسوطة. يا انت بتعملي ده بيتمسك والله. مش مهم. صدقني مش مهم. انا ايه اللي نسيني؟ الو يا بنت يا نعيم. اي بابا انت فينك يا بنت؟ والله قربت على البيت يا بابا. مش انا قلت لك يا بنت عم تريني علي عشان اجابلك؟ انت فين؟ طب انا هاخدك في طريقي. يلا يا بنت جابليني يلا. طب انت فين؟ شارع. ايوه انا شارع الحسن ستريت. اوكي يلا. حلو يابا العلام ده. ستريت يا بنت. حلو. انا هموت في الستريت ده. بعد اذنك ركزي. بعد اذنك ما ينفعش اللي انت تكلمي وانت بتسوقي على فكره. ايه؟
ينفعش تكلمي وانت بتسوقي. ده انا ممكن اتغدى وانا بسوق. انت واخدت بالك انا عملت ايه؟ انا انت سوبر مان ان شاء الله. جامده موت. Say it again. انت قلت سوبر وومن. انت عجبتني عشان كده اجري بيك شويه. لا لا والنبي لا انت يعني يعني بتكلم بجد والله. لا يعني بجد جايز يعني بعدين بقى في الحلاليف اللي بتقف فجاه في الشارع دي وانا مش عارف يعني انا مؤاخذه ركزي بس هتفهمي الدنيا مش ازاي. يا بابا مين ده يا بيت؟ انت اللي نزلك بلبس العيد. قلت اهيص اليومين دول فاضل لي اليومين اللي انا عايشهم. مين ده يا بيت؟ ده مين قال؟ انا حضرتك راكب ورايح مشوار يعني. مش قلنا مش هنشتغل الشغلانه السوداء دي تاني؟ ما بابا مصاريف الميك اب كتيره. خلاص ما بقاش ناقص الا اننا ناكل بالحلال. بابا بابي تيه وزفت ايه؟ ايوه انا مش عايز اسرق تاني. انا قلت لك جلبيه. انت منين يا ولدي؟ هات المحفظه. لا وفي ايه؟ انا حضرتك هيطلع راسك بالنبوت. خلص يا ولدي خلص. ايه اللي في ايدك دي؟ انا حاولت اتفادى الموضوع. ايه اللي في ايدك دي؟ انت مالك انت؟ ها؟ ابني جبت ايه؟ ايه؟ اوديه ده انا هموت. هاته تاني لما توديه. روح هاته وتعالى. زلين جوازي انا مش هتجوزه عشان تتفاهم يعني. تروح تكتب عليها دلوقتي. يا عم وعيدك بس. تروح تكتب عليها دلوقتي. بص هنا كويس انت طيب؟ انت كنت معانا في كريزي وومن. رمضان كريم عليك. وعليك. الله يخليك، الله يكرمك، مش زعلان من قلبك يعني. لا لا طب بص هنا قولني زياء. صباح الخير. خمستا. نعم؟ ازيك؟ الحمد لله. حل؟ اه طبعا حلو. لا انا اقول انت لا. السودي. ايه يا فندم؟ مش سمعتني؟ لا معلش. خدت بالك من اللي انا قلته؟ لا اكيد مش خدت بالك. ايه ده؟ يا خبر ابيض. الليبستيك بتاعي جه على سنيني شايفه؟ بص كده. انا هي اوف. دي مجنونه. عادي يا حلوف. بالراحة بالراحة على الناس. اشتم الناس ليه؟ I'm free ومحدش ليه فيه. عشان انت شاعرة؟ No بس دي يعني بتاعتي انا ألفتها الصبح. طب ما السكة مش مهم. مش مهم ايه حضر العربية امسك البتاع ده على ما اخلص كده ثواني. لما اخذ ما ايه اللي هتعرف تمسكه؟ ايه ده؟ اه حاضر ثواني بس. انا لو انا لو عصام مشوار اسود من اول ثاني امسك كويس عشان انا دايسه بنزين. طب ما المفروض تدوسي فرامل المفروض في وقت ايوه امسك بقى امسك حلو. انا عندي فكره حلوه. طب بس حلو حلو هنخبط عامل كده 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 ايه السوق ولا ايه؟ انا ما اعرفش اسوق. ما انا ما اتحطيتش في الموقف ده قبل كده. كلام مظبوط. هو بتاخدي رايي انا في الظروف اللي احنا فيها دي؟ ايوه. طب والنبي بس الناس معلش اسمعوا مش هقدر اقول لك حاجه ما هو زي القمر بصراحه يعني. ثانك يو. يا ريتني ما قلت حاجه عدله. معلش. طب جد تاني اقول لك اوكي. طب بقول لك ايه؟ ايوه. يا خبر ابيض تاني. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بجد ايه النكت؟ طب بالراحه بس هنتفاهم. الاستراس من هنا وقع. ايه اللي ايه؟ كانوا خمسه دلوقتي اربعه عيد معايا. ما ده حسد بعيد عنك. اللي بيبقوا بخمسه بيبقوا اربعه ده حسد. بجا؟ ده لا خمسه هم اهم في واحد في مناخيرك وقع. مش مع انت اسمك ايه؟ والله انا خايف اقول لك على اسمي. لا قول. ما هتقول عمر. عمر؟ حلو عمر. انا كنت خايف من كده. بس عمر دول معروفين ان هم اسامي كده اللي هي خطر وبتاع. بشوف البوستس على الفيسبوك ان عمر ده اللي هو باد بوي وبتاع اللي هو احذر عمر احذر يوسف احذر احمد احذر السكه. معلش بس عشان احذرها قوي. لا طب انا I can warn it. بص بص ايه ايه هجري وهتشوف. لا 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 نجري صلي على النبي بس. انا ممكن اخلي الراجل ده يميك شور ان هو عربيته تخبط دلوقتي. يلا مين مين عاشور اللي في العربيه اللي انت بتقول ثواني بس. والنبي 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 ادفنتشر ادفنتشر يعني ايه مغامره؟ ايه يعني مغامره؟ ما انا عارف حظ امي الاسود مغامره معاه. والنبي 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 عادي بالراحه بالراحه بالراحه. رهيب. هو اللي رهيب. هو اللي ما ترباش انا عارف بس حقيقي. هو مين؟ والنبي والنبي هو والله ده هو معايا كده. ايه اللي يقول هو معايا؟ انا خارج مع خريبتي في العيد. ايه خريبتي؟ انت نقول خريبتي. بص حلو ده. طب اركني بص
انا لا خالص خايف، انا على طول بعمل كده كل سيزون بروح اعمل مو النبي اركني على جنب هعمل حاجه. عندك جيتسكي؟ ايوه عندك جيتسكي. ايه بيه؟ يعني ايه ما عندكش؟ خلاص امسك بس البتاع ده ثواني مكاني كده كده. ايوه امسك. هو حضرتك مأجره العربيه دي ولا بتاعتك؟ بتاعتي. بتاعتك وبتعمل فيها؟ لا ده تخين قوي. ده تخين اه ما عندوش دم صح. عشان طب والنبي بس فرامل. طب بصي نمشي. طب اركني لو هقول لك على حل. لو ركنتي عايزه تيل، عايزه تيل فرامل، لازم نروح الحرفيين. او انت هتاخديني معاك تجيبي التيل ولا حاجه؟ اكيد يعني ما هروح لوحدي من غير راجل. ما انا مش من بيت اهلك. انا فركشت مع صاحبي امبارح وانا مش حابس. لا لا ثواني بقى، لا سيبي الدريكسيون ده كده وركزي معايا. طب اوكي سيبي. انا مش خلاص، انا اسف خلاص، انا دي مجنونه وربنا خلاص. صل على النبي كده بس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ من لفي مين ساعدني؟ لفي مين؟ انت مش طبيعي. ايه ده؟ ساعدني يا رب والنبي، دي مجنونة. انا هقابل راجل غريب من غيرك؟ ايه؟ ايه؟ ايه يا عمر؟ لا معلش الكلمة تاني كده. عمر انت نسيت اللي بينا؟ هو انا حصل بينا حاجة؟ مسكت مسكت الدريكسيون ده كده خلاص، دي علاقة، دي حاجة كبيرة جدا. الطارة دي المفروض محدش يتطشها غيري. محدش ايه؟ يلمسها. انا عرفت افركش ليه؟ فركش ليه؟ انا اللي فركشت مش هو. لعلمك لمعلوماتك لمعلوماتك انا بس بفهمك. والنبي وان هنحود. والنبي احود كده معايا. طب ساعدني اهو. بص كده الايد على ايد. على الايد على ايد. انا فهمت انت عايزه ايه. على الايد على الايد. اه ايه انا عارف الحظ اللي لسه. ايه يا عمر؟ لا هنردح لبعض مش وقت. ما انت كنت بتتكلمي. هو ايه البيئة انا دي؟ انا اردح ليه يعني؟ انا اللسان ده يردح؟ اللسان ده يقول كلام فالجر؟ نو. يقول كلام ايه؟ وحش يعني. ايه البنجر ده؟ ايه كلام بنجر؟ نو اي سيز فالجر. نوع ما ماشي. نوع من ايه انت قلت ايه؟ لا هو انا مش فاهم بس هو طالما انت. طب امسك معايا دريكسيون يا عمر. دي علاقه زباله. اتفضلي حضرتك. يعني ايه علاقه زباله؟ لا انا والدريكسيون مش بنحب بعض، مش لاقيين على بعض فاهمه. مش مهم، المهم تحبني انا. ما انا حبيتك جدا طبعا، انا حبيتك جدا. الو الو في بيت يا شفيقه عامله ايه؟ ايه يابا انت فين يا بيت؟ انا قريبه من البيت. انت فين؟ قلبتي ولا لسه؟ يخرب بيت سنينك يا. الو انت فين؟ فضحتني. ممكن انزل لو سمحت؟ طب انا داخل عليك. خليك عارف دي مجنونة. سالي سالي هو هو مين اللي احنا داخلين عليه؟ معلش ماي داد. دي بتكلمي حد صعيدي وبيقول لك قلبتيه ومش قلبتيه. نو ما تاخدش بالك. هو ايه اللي نو ما تاخدش بالك ده؟ انا مش فاهم. ايه يا بنت كل ده؟ ايه يابا؟ مين الواد اللي انت جايباه ده؟ ايه بقى لبس المأذون اللي انت لابسه ده يابا؟ انا قلت بقى عشان نكتب الكتاب ونعلي الجواب. طب ايه يا عم اللي هنكتبه يا عم؟ مين العمور ده اللي انت جايباه ده؟ يابا انا هعمل اللي انا عايزاه. انا هطلع ميك اب ارتستي. انا هطلع ميك اب ارتستي. يا جدعان مشاكلكم دي حلوها مع بعض يا جدعان. انا قلت لك احنا هنقلبها. ده ناقص كمان ان احنا ناكل بالحلال. مش اسرع. هناكل بالحلال. وانتوا بتاكلوا بالحرام ده العادي عندكم يعني ولا ايه؟ رسال عيلتنا كلهم حراميه وانا مش عايزه اعمل كده. طب ماشي دي الواحده المحترمه. انت بتعمل ايه يا عم انت كمان؟ هيسرقك. وايه اللي هيسرقك؟ طلع فلوس اللي معاك. اوقفي على جنب. اوقفي على جنب. اوقفي على جنب. سالتها ليه بتطلع الفلوس اللي معاك؟ اوقفي على جنب. طلع على جنب بقول لك. انت عامل لي فيها غلبتين يا عم. اقعد ساكت يا عم. شايف دي؟ ما توقفي على جنب. افصل دماغك. افتحي بقى. تعالى. ايه العبط ده؟ افتح. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت حاطط لك احمر في ايدك ليه يا عم؟ بص يا عم. انت راكب معاها ليه؟ يا عم مالكش فيه. انت راجل كبير مش عايز امد ايدي عليك يا عم. راجل كبير. يا عم وعيدك يا عم. نروح نتجوزها دلوقتي. اطلع المحفظه اللي في جيبك. طلع المحفظه اللي في جيبك يا عم. روح يا عم ما تبصريش كده بس. انا هكتفه وانت تضربيه. قول انك مش متضايق. مش متضايق. وحياه بابي ما انت متضايق. وحياه بابي انا متضايق. لا لا خلاص احنا كنا بنهزر معاك. كل سنه طيب. رمضان كريم عليك. وعليك. بص هنا قول لهم كل سنه طيبين. كل سنه طيبين كلكم وعيد سعيد عليكم ورمضان كريم وكل الحاجات الحلوه. ولو انت مش قافش قول نذيع. نذيع.